مهرجان العالمين كان محور حديث الناس على السوشيال ميديا، وده بعد ما تصدرت كتير من الفيديوهات والصور الخاصة بالمهرجان الترند، وتم تداولها بشكل كبير جدا على كل منصات التواصل الاجتماعي. الفيديو اللي كان منتشر بشكل كبير جدا لحد دلوقتي كان الفيديو الخاص بافتتاح المهرجان، والخاص كمان باستعراض اللي تم على أنغام أغنية أصحاب الأرض أو فيفا بالاستينا، واللي حقق ملايين المشاهدات على مستوى مصر والوطن العربي. ده بعد ما نالت الفكرة استحسان كل رواد السوشيال ميديا بسبب الدعم المقدم من المهرجان للقضية الفلسطينية. خلونا نروح مع بعض نشوف الفيديو ونرجع تاني نكمل كلامنا.